سورة الأنعام الآية رقم 92، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كان المستشرقون يعيبون على المسلمين أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وأنه بعث للثقلين، وأن دعوته الإنس والجن، الإنس والجن، وأن دعوته دعوة للبشرية بأكملها بغير تفريق. ويقولون كيف تقولون ذلك والقرآن بنصه يقول له ولتنذر أم القرى ومن حولها؟ فيأتي العلم ليؤكد لنا على أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة بالكامل، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فالدائرة تحيط باليابسة بالكامل ولا يخرج عنها شيء إطلاقا. يعني كلمة أم القرى تدل على توسط مكة، على توسط مكة، نعم، هذا معناها لليابسة. نعم وإن كان أول مدينة مثلا، أول مكان، هي أول مكان عبد الله فيه في الأرض، يعني إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا. لكن هو هنا الإشارة إلى وسطيتها، إلى أنها تتوسط اليابسة، وهي أم هذه اليابسة كلها التي تحيط بها إحاطة كاملة. وكما سبق نشرنا في حديث سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن أرض مكة المكرمة كانت أول يابسة تظهر من المحيط الغامر الذي أحاط بالأرض، وأن مكة المكرمة تحت البيت المعمور تماما، وأن مكة المكرمة يعني تتوسط السماوات السبع والأرض السبع، وسبق أن أشرنا إلى ذلك. نعم.